يا رب احنا بنشكرك يا رب من اجل ايدك يا رب العامله فينا، بنشكرك من اجل كلماتك لينا، بنشكرك يا رب من اجل تعليمك لينا، بنشكرك لانك انت رب المعلم الاعظم الذي تعطينا يا رب كلمات عند افتتاح الفم ليس منا لكنه منك انت. واقفين يا رب نسبحك ونمجدك ونشكرك على صنيع عملك معنا يا رب. نشكرك من اجل وجودك ايضا في وسطنا لانك تقول يا رب بيننا وتعمل بيننا معجزات وتسمع يا رب انات قلوبنا. نحط بين ايدك يا رب اشخاص تعبانين، نحط بين ايدك يا رب عاطف والجلطه اللي عنده، نحط بين ايدك يا رب علاء، ونحط بين ايدك يا رب مراد، ونحط يا رب بين ايدك يا رب اللي عندهم كورونا ومرضى. احنا يا رب واثقين انك انت تقول تشفي يا رب وتسمع يا رب نداء كل واحد فينا، ملتمسين منك يا رب الشفاء التام ليهم يا رب. يا رب احنا منتظرين يا رب عملك، منتظرين يا رب قوتك فيهم يا رب. ليك المجد يا رب، ليك المجد والسلطان من الآن وإلى الأبد. آمين 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 آمين. بموتك يا رب نبشرك، وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعتبر نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لا بد.